مشاهدينا الكرام، نرحب بكم معنا في نشرة إخبارية جديدة نستهلها بأبرز العناوين. في سلطنة عمان تشيع جنازة السلطان قابوس في مسقط. أقيمت مراسم جنازة السلطان العماني قابوس بن سعيد آل سعيد الذي توفي عن عمر يناهز 79 عاما في مسقط يوم السبت، وشهد المئات يحضرون الجنازة في مسجد السلطان قابوس الكبير قبل نقل الثبوت إلى مكان الدفن. وقد خلفه قابوس ابن عمه وزير الثقافة العماني هيثم بن طارق آل سعيد الذي أدى اليمين الدستورية كسلطان جديد في البلاد في حفل رسمي في قصر العلم في مسقط. طيب الله الصراحه أقسم بالله العظيم أن أحترم النظام الأساسي للدولة والقوانين وأن أرعى مصالح المواطنين وحرياتهم رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه.